طبعا يعني انا هتكلم بدون افتخار، انا على مدار 11 سنه كنت متفوقه في اولى ثانوي، وكان يعني كنت حاطه حلم وهدف ان لازم هوصل له، عشان كده كنت بذاكر بكل جديه واجتهاد. كلمه متفوقه هي اجل كلمه ممكن تتقال عن مريم. مريم متفوقه على مدار 11 سنه، بتطلع من المراكز الاولى دايما، وده مش بشهادتي انا بس، ده بشهاده المدرسين وبشهاده زمايلها وبشهادات التقدير اللي هي حاصله عليها. هي حاصلة في ثالثة إعدادي على المركز الأول 289 من 300، وفي أولى ثانوي عام جايبة 289.5 من 300، وفي ثانية ثانوي عام جايبة 252.5 من 260، يعني مجموع 97.2. وزعلت جدا بس إحنا يعني وسيناها تمام، لأن في الظروف ديت والدتها توفى في الوقت دوت. أي نعم أنا في صيدلة، بس مريم أشطر مني بكتير، متفوق عني. إحنا على طول كنا في تنافس، ومعنا صاحبتنا الثالثة، كلنا احنا بصراحه احنا الثلاثه تعرضنا للظلم، بس ربنا بعت اللي يكشف الظلم بالطريقه ديت، لان انا ومريانا صاحبتنا التانيين ظلمونا في درجات 5-6% 2-3%، لكن مريم 0%، ده لا يلقب الا بهزار، مفيش حاجه اسمها 0%. وبعدين مش لاقين غير مريم يعني وتقول لها صفر، يعني شوف واحده حتى الناس ما تشكش فيها. مريم من اولى ابتدائي مسيطره، يعني كل الناس عارفينها، المدرسين اللي ادوها واللي ما ادوهاش. مريم اعرفها من ثالثه اعدادي، من بعد ثالثه اعدادي ابتدت ان هي تتنقل للمدرسه ثانوي في صف الحمار الثانويه، كانت في اولى ثانوي كانت في الفصل اللي انا بديه، في ثانيه ثانوي كانت في الفصل اللي انا بشتغل معاه في المدرسه. درجاتها بالنسبه للترم الاول او الترم الثاني سواء كانت فيزياء او كيمياء، درجاتها النهائيه 20 من 20، ومستواها في سنة تالتة أعرف إن هو مستوى متميز. يعني بالنسبة للصفر يعني في لغز في الموضوع، وفي حالات كثيرة بتثبت يعني التظلمات اللي هي 62 ألف حالة ديت مش أنا اللي عملتهم، دي ناس حست إن لها حق وكده فبتطالب عليه، وبدليل إن في 8000 حالة أخذوا درجاتهم. ده كان ايه معناه؟ معناه ان في ظلم من البدايه، في اهمال في التصحيح، ويعني فتره صغيره 10 ايام يعلنوا فيها النتيجه يصححوا فيها وبعد كده يعلنوا النتيجه، ده مش وقت كافي ان هم يصححوا يعني اكتر من الاف من الطلبه يصححوا فيها في 10 ايام يصححوا الاوراق دي كلها. اللي انا هقدر اقوله ان لو يعني لو اغلقت كل الابواب تمام، يعني انا هتحداهم بمعنى اصح، يعني هقدر هثبت لهم، مش هقدر، ده انا متاكده ان انا هثبت لهم مين مريم ديت. يعني ان شاء الله في السنه الجايه. انا كاخو مريم احنا بنقول ان احنا مش هنسيب حد ابدا. احنا بعد قرار وزير التربيه والتعليم وبعد قرار الطب الشرعي ان الخط خط مريم، احنا قمنا فعلا وعملنا بلاغ للنائب العام، والنائب العام وعدنا ان هو هيفتح تحقيق معانا، وبنشكره على المجهود بتاعه دوت. كمان رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، وله كل الشكر والاحترام والتقدير، اتصل بمريم وطلب منها ان هي تجاب له، ووعدها ان هو هيكلم وزير التربيه والتعليم ووزير العدل، وهيفتحوا تحقيق عاجل في القضيه، وقال لها بالحرف الواحد انا عناء مش هيجي لي نوم غير لما اجيب حقك يا مريم.